مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو سوف نتحدث عن حادثة أحزنت الدولة العثمانية بأكملها، وهي وفاة الأمير الطفل الشهزادة عمر ابن السلطان عثمان الثاني، والذي كان عمره آنذاك بضعة أشهر. قبل ذلك من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات ليصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من قد يهمه هذا الموضوع. ولد الشهزادة عمر في 22 من أكتوبر سنة 1621، وقد كانت وفاته في قصر أديرنا، إلا أنه توفي في 10 من يناير سنة 1622 نتيجة لحادث مؤلم. لم يكن الأمير الصغير يتجاوز 3 أشهر عندما تعرض لحادث أليم، فهل كانت وفاته صدفة أم كان ضحية لمؤامرة خبيثة؟ كان الشهزادة عمر هو الولد البكر لأبيه عثمان الثاني الذي أنجبه وهو في 18 من عمره، ووالدة الأمير هي النبيلة الألبانية زليخة خاتون. بشر السلطان الفتي بخبر مقدم ابنه البكر عندما كان عائدا من حملة بولندا، وعندما وصل إلى قصر أديرنا أقام وليمة رائعة تكريما لميلاد ابنه، كما كانت مناسبة أيضا للاحتفال بحملة بولندا. كتب المؤرخ جوزيف فون هامر أنه خلال هذه التظاهرة أصيب الأمير الصغير برصاصة من بندقية، وقد أدى ذلك إلى وفاة الطفل. أيضا شهد السفير الفرنسي فيليب دي هارلي على هذا الحادث وذكره في تقاريره سنة 1622 قائلا: أقام السلطان حفلة في حديقة قصر أديرنا، وعلى الرغم من أن الجو كان باردا فقد ملأ كل الناس حديقة القصر. أقيمت الخيام وتم توزيع الطعام اللذيذ، كان حقا عيدا عظيما. تم بناء مجلس خشبي للسلطان وعائلته، وقد كانوا جميعا يشاهدون العروض. كان ابن السلطان الذي يبلغ من العمر بضعة أشهر في حضن أمه عندما بدأت البنادق في العرض. كان الناس يشاهدون العرض بحماس، ثم فجأة اندلعت قيامة في القصر حيث سمعت صرخات النساء وبدأ الحرس يركضون. بعد ذلك بقليل ظهر سبب هذه الضوضاء، وللأسف فقد أصابت رصاصة مؤلمة الصبي الصغير للسلطان. توفي الطفل المسكين في حضن والدته، وقد غرقت أمه في دماء ابنها. تم إخراجها من ذلك المكان في حالة إغماء، وقد أخذها عبيدها وجواريها إلى القصر، في حين أن الطفل الصغير بقي في حضن أبيه السلطان. من ناحية أخرى يقول المؤرخون أن الرصاصة التي أصابت ابن السلطان عثمان الثاني سنة 1622 قد لا تكون رصاصة طائشة، فللسلطان أعداء كثيرون، أهمهم قاسم سلطان الذي قام بإعدام ابنها الشهزادة محمد والسلطان عالمة وحتى رئيس وزرائه. وبطبيعة الحال فإن حقيقة أن للسلطان عثمان الثاني وريثا لم تكن مناسبة لأعدائه. وقد أحزنت هذه الحادثة الدولة كلها، وبعد حوالي أسبوعين من وفاة الأمير عمر تزوج السلطان عثمان الثاني من عائشة خاتون حفيدة عثمان بترف باشا، وسبب ذلك أنه أراد أن يكون له وريث جديد. كان السلطان الفتي في حاجة إلى ولي عهد في أقرب وقت، حيث أنه أراد تغيير النظام السائد وقتها وجعل العرش ينتقل من الأب إلى ابنه. وقد كتب السفير الفرنسي فيليب دي هارلي أن السلطان لم يكن يستطيع أن ينجب طفلا جديدا من والدة الشهزادة عمر، لأن المرأة الألبانية كانت في حالة كبيرة من البؤس، وأن عويلها ونواحها كان يسمع ليلا ونهارا. هذا ما ذكر عن حادثة وفاة الشهزادة عمر الذي توفي سنة 1622، وبعده بفترة قصيرة تم اغتيال والده السلطان عثمان الثاني أيضا. هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا التقرير، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة.